الأمم المتحدة دعت لإجلاء حوالي 17,000 مهاجر عالقين في جزيرة لسبوس اليونانية، وقالت إنهم يعيشون ظروفا صعبة. هذا وجرت مواجهات بين مهاجرين وعناصر الشرطة عند مرفأ ميتيلان. في هذه المواجهات استخدمت الشرطة العصي لتفريقهم. إنهم في غالبيتهم سوريون وأفغان وعراقيون، كانوا يعبرون عن استيائهم من بطء السلطات في إجراء المعاملات لإكمال طريقهم نحو دول غرب أوروبا. هذه المواجهات استمرت ليلتين. تدفق اللاجئين والمهاجرين متواصل من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية عند بحر إيجي، حيث تم إنقاذ حوالي 650 شخصا، وقال أحدهم وهو سوري: أعداد كثيرة هنا من الناس في ميتيلين، لكن المراحيض غير موجودة ولا ماء ولا شيء فيها. جزيرة لسبوس وحدها استقبلت نصف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية، ويقول أحد المهاجرين العراقيين: لا أعير اهتماما للبلد الذي سأصل إليه في أوروبا أو حتى إن بقيت هنا في اليونان، لكني أود أن يحترمني كإنسان وأن يساعدني على الإتيان بعائلتي للعيش معي. هذا وبدأت السلطات اليونانية بنقل هؤلاء المهاجرين من جزر لسبوس وكوس إلى مرفأ بيريوس القريب من أثينا، من أجل توزيعهم على مخيمات اللاجئين.